ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنه وكل العمال، كل ايد عامله في العالم وعندنا في مصر طبعا على الاخص، كل جبين بياكل لقمه عيشه بعرق جبينه، زي ما بتقول كل بني ادم ياكل لقمه عيشه بعرق جبينه. انت عارف احنا الناس اللي زي حالتي كده، زي ما كنت بقول ليوسف، احنا من بتوع عاش العامل وعاش الفلاح، وبنعتبر ان ده هم رئيسي. فما بالك بالعماله غير المنتظمه، اهالينا اللي بيبقوا صاحيين كده وعلى بركة الله عايشين على كف الرحمن. الناس دي ما بتبقاش متوظفة في حتة، الناس دي ممكن ما يكون لهاش مرتب ثابت، الناس دي ممكن ما يكون لهاش مكافأة نهاية خدمة، الناس دي ما لهاش تأمين على الحياة ولا تأمين على الصحة ولا ولا ولا. الناس دي الحقيقة هم اللي بيبنوا البيوت اللي احنا عايشين فيها والمصانع اللي احنا بنعيش بعد كده على عائدات استثماراتها. الناس دي يا جماعة بالمناسبة هم كمان في منهم اللي بيزرع الأرض يوماتي عشان احنا ناكل. وبالتالي لما انا فعلا بعت لزمايلي، وان كان الاول زي ما كنت بقول لكم كده بعت له عاش كفاح البلوريتاريا، بس انا من قلبي عاش الرئيس نصير العمال. دايما انا اقول اصل احنا الجيل بتاعنا بتاع السبعينات ده كبر على إرث الستينيات في حاجات كتير، منها مثلا وطني حبيبي الوطن الأكبر، كفاح العروبة أو لأجل العروبة تذوب القضايا، يعني حاجات زي كده. احنا الجيل بتاعنا هو اللي بيسمع عاش الشعب العامل، عاش عشير دي ويناضل عاش، الجيل بتاعي كده. هعمل ايه يعني؟ ده التكوين الوجداني بتاعنا. القصة هي ان احنا كلنا، أي بني آدم طبيعي، أي نفس بشرية سوية تقدر جدا الإنسان، الشخص، الحاكم، القائد، الزعيم اللي يحس بالناس ويحس بمعاناتهم ويسمعهم ويخلي طول الوقت ذهنه، مش بس أذنه، ذهنه طول الوقت متابع لطلبات الناس، متابع لاحتياجات الناس. فلما نشوف القرارات النهاردة بتاعت فخامة رئيس الجمهورية هنقول ايه؟ هنقول اكتر من انه الف 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 شكر سيادتك، الف 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 شكر سيادتك انك حاسس بينا، الف شكر سيادتك انك خدت قرارات سريعة ومهمة وفي وقت شديد الصعوبة وفي ظرف عمال بيزيد صعوبة يوم عن يوم، ما بين الحرب في روسيا وأوكرانيا والحرب في السودان، يا رب كل حروب الدنيا تقف، بالتأثيرات الاقتصادية والسياسية والأمنية اللي ممكن تبقى عمالة بتشد فينا وتحاول انها تسلسلنا وتعطلنا عن مسيرة مهمة، وبرضو يا ريس انت حاسس بالعامل. ألف شكر يا فندم. استأذنكم نشوف جزء من كلمة الرئيس في احتفالية عيد العمال النهاردة ونرجع نكمل الكلام. يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال، كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وازدهار. عاملات وعمال مصر الأوفياء، لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. فالحضارة المصرية الخالدة منذ فجر التاريخ وحتى الآن تتحدث عن تقديس العمل، تقديس المصريين للعمل، تقديس جعلنا اليوم نرى تلك الإنجازات الشامخة التي صنعها أجدادنا في مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق والمعرفة العلمية وروح الإصرار والتحدي والكفاح. زي ما انت شفت وزي ما انت سمعت، يعني انت شفت النهاردة الاحتفالية في الشرقية وكلمة الرئيس، وشايف قد ايه تقدير الرئيس لقيمة العامل المصري والإيد العاملة المصرية ونضالها الأمين على حد وصف فخامة الرئيس، نضالها الشريف علشان البلد دي تتقدم وتعيش. العامل موجود في كل شبر حواليك. أهم حاجة يا فندم عزيز المواطن، هنا طبعا مش الرئيس، عزيز المواطن، سيدي المواطن، إنك تبقى قادر تقدر جدا قيمة العامل. شوف الدولة وهنا الرئيس كان واضح جدا في التقدير وفي إجراءات الحماية للعامل.
انت كمان في عيد العمال ارجوك ذكر نفسك انه العامل انسان لا يقل عنك في اي شيء. قدر العامل، عامل اللي بيجي لك البيت قدره وعامله بحب وباحترام وبتقدير. مفيش حد اعلى من حد، كل واحد فينا بيشتغل. قدروا قيمة العمل، من غير اي عامل لن تصلح الامور في اي دولة. مهما كانت تبدو المهمة اللي بيقوم بيها بسيطة، لن تصلح الأمور في أي دولة. مش هيتبني مصنع، مش هيتحط مسمار في مكنة لولا العامل. فاصل ونكمل الكلام. يسعدني في بداية كلمتي أن أتقدم إليكم جميعا بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال. كل عام وأنتم بخير، ومصر الغالية في تقدم وازدهار. لقد سجل التاريخ دوما بحروف من نور دوركم، دوركم المشهود له في بناء هذا الوطن الأمين على مر الزمان والعصور. إطلاق حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع. تشجيع الشباب على الاندماج في العمل الحر وريادة الأعمال وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. طول ما احنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معنا حاجة. في ضوء اهتمامنا الكبير بالعمل وأحوال العمال، وتعويلنا على عمال مصر للإسهام القيم في النهضة الشاملة التي نعمل من أجلها، فقد قررت كذلك ما يلي: إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه، بما يتيح استثمارها والإنفاق منها في حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه. البدء بتفعيل عمل الصندوق فور الانتهاء أو فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية قدرها 1000 جنيه. إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة. التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانوناً اللي هي 5% لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم في سوق العمل. قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل والتوافق على صيغته النهائية، وبما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وأيضا ضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، تعزيز للامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها مع اتفاقيات العمل الدولية التي صدقت مصر عليها. سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل. طب اللي يعمل كده ازاي ما تشكروش؟ انا بتكلم بجد وبامانه يعني. الحاجات اللي حصلت تحديدا سواء اذا كانت تعديلات في القوانين او اجراءات او صناديق الخ من اجراءات متعلقه بدعم تحديدا العماله غير المنتظمه شيء عظيم،
ولم نشهدوا الحقيقة من بعد جمال عبد الناصر، عشان أبقى أمين يعني. ما شفناش كده، ما شفناش كده في السبعينات، ما شفناش كده في الثمانينات، التسعينات، الفينات إلى آخره، لحد 2014 إحنا ما شفناش أي حاجة على الإطلاق متعلقة، خليني أقول لك على الإطلاق تقريبا عشان ما بقاش مجحف إن كنت أجهل أمر ما، بحكم طبيعتي، شغلانتي، بحكم اهتمامي، ما شفناش حاجة متعلقة بالعمالة غير المنتظم، ما شفناش غير كل الظلم الحقيقة وكل التجاهل. فاللي بيحصل خلال الثمان أو التسع سنين اللي فاتوا وجب جدا تقديره، وجب تقديره كمان في ظل ظروف شديدة الصعوبة. انت قايم من أحداث سياسية شديدة الضخامة مرتين، 11 و13، وبعدين داخل في حرب على إرهاب، وداخل في كورونا، وخارج من الكورونا تلاقي الحرب اللي في أوكرانيا، وحرب أوكرانيا لو بنتمنى لها هدوء نسبي فنجد أنه في حرب في السودان تندلع، يعني شيء شديد الصعوبة. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من ذلك، مظلة الحماية الاجتماعية في مصر ظلت ممتدة بل واتسعت. وبالرغم من ذلك، دعم واضح للعمالة المصرية غير المنتظمة. خليني أخد معايا على التليفون أستاذ محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر. يا أهلا 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 أهلا، وكل سنة وكلنا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة عمال مصر وأهل مصر بخير وسلامة. اللهم أمين اللهم أمين. خليني يمكن عايز أسمع من حضرتك تعليق، وخليني كمان هقول تحليل على الإجراءات اللي أعلن عنها والقرارات اللي أعلن عنها النهاردة فخامة الرئيس من محافظة الشرقية في إطار الاحتفال بعيد العمال. فخامة الرئيس ادانا ورقة عمل نشتغل عليها خلال الفترة اللي جاية، بحيث ان احنا لو ما اشتغلناش عليها يبقى هو ادانا الفرصة واحنا اللي ضيعناها من ايدينا. يبقى لازم انا اخد العشر قرارات اللي اتعملوا دول ونشتغل عليها، عشان لما نيجي ان شاء الله السنة الجاية نقول له يا فندم احنا خلصنا العشر طلبات او ورقه العمل اللي خلصت وعايزين غيرها، اللي كنا عايزين نتكلم ونشتغل بجد ونشوف عمالنا وننهض به هذا الوطن. يبقى اذا كل واحد، كل مؤسسه، كل مجتمع مدني، نقابات، حكومه، قطاع خاص، نمسك هذه القرارات ونبتدي نشتغل عليها، ولابد ان احنا ننتهي منها. حضرتك اتكلمت على العماله المنتظمه، دي حقيقه مفيش حد كان بيبص عليهم. الراجل لو حصلت له حاجه خلاص انتهى، اهله بيصرفوا عليه، ما فيش حد بيبص عليه. ازمه كورونا فتحت عينينا على حاجات كتير، انما الاجراءات اللي اتخذت كانت اجراءات حاسمه. والنهارده فخامه الرئيس لما يقول اننا هنعمل صندوق وتمشي الاجراءات القانونيه، لو نحط 1000 جنيه يعني ابتدى كمان حطينا المبلغ اللي هو هيتاخد للراجل، كان بدايته 250، 500، النهارده 1000 جنيه. ده امر جيد جدا، ده فيما يتعلق بالطوارئ، وده للصرف الفوري لحين اتمام منظومه القوانين اللي هيبقى معمول بيها في الصندوق. وكمان الحته الجميله قال لك انا كمان عايز استثمار كمان على المبالغ المتواجده، في حين ان انا وبالك تبقى في عائد على الاستثمار كمان ليها، مش مبالغ بجيبها واصرفها وخلاص. صح، ده امر فكر جديد لابد ان احنا نتواكب معاه. الجميل كمان تاني وبالك ان احنا بنعيد وثيقه امان اللي اتعملت فتره اللي فاتت وفادت الزملاء، الناس كانت مستفسطه واخدها بفكره يعني ده يعني ايه يعني بمبلغ. لا حضرتك، انا عندي ناس خدوا ب 100,000 وخدوا واسرته في حاله الوفاه وخدوا ارقام كويسه جدا، بس لابد ان احنا نشتغل عليها ونشتغل عليها صح. وثيقه امان دي هي مشاركه مجتمعيه للكل، بدل ما انا اقعد ابص على جاري ولا ابص على غيري وهو فعلا ممكن يكون محتاج، فاللي شغال بيتخصم منه جزء وفي الاخر بياخد الشهاده بالعقد الاستثمار عليها ما بيخسرش حاجه، بس التاني استفاد، زميلك ولا جارك ولا ولا ولا. في امور كتير جدا فخامه الرئيس حطها لينا، منها حضرتك وانت سامع المداخله بتاعت فخامه الرئيس او القرارات، الاول مره يطلع رئيس الجمهوريه ويقول ذو الهمم القطاع العام والخاص، رساله واضحه ما فيهاش لبس، دول لابد ان هم يشتغلوا. والنهارده كان عندنا اثنين نماذج صراحة مشرفين، انهم رفضوا ان هم ياخدوا اي استثناءات وبينزلوا الشغل وبيطلبوا شغل زيهم زي غيرهم، فاحنا لازم نزول همم نكون معاهم ونكون يعني مش حاسين بيهم قد ايه هم يعملوا اضافه للمجتمع
مش عالة على المجتمع. طب دي نقطة مهمة قوي، أعتقد ده هيستلزم منكم شويتين يعني ضغط، وهيستلزم منكم المزيد من التواصل مع جهات القطاع العام والقطاع الخاص عشان تفعيل نسبة 5%، لأنه حتى اللحظة لازال الناس بتشتكي. أنا بقول لحضرتك لابد أن القانون بتاع 5% يغلظ، لأن النهاردة القانون للأسف الشديد في جزئية صغيرة أحبالك، بس هو في التزام أدبي دلوقتي بعد كلمة فخامة الرئيس لابد أن كل يلتزم بها، الحين تعديل القانون وتغليظ العقوبة في حالة عدم الامتناع بدون مبرر. أنا بقول لك لو أنت مصنعك حصل له أزمة خلاص ما فيش مشكلة، اديني مبرر، إنما ما ينفعش يبقى أنت شغال والدنيا تمام وابقى الخمسة في المية وقبلك ما يتمش تشغيلها. وكمان لما اجي اشغلها للأسف الشديد في بعض المنشآت مش الكل بيقوم يقول له طب انا هديك 1000 جنيه وقعد في البيت، احنا مش عايزين كده، احنا عايزين يبقى منتج للمجتمع. انا مش عايز منك اعانة، انا عايز الرجل يشتغل. حضرتك جبت المعنى الدقيق، انا عايزه يشتغل ويحس بكيانه، وذي الهمم عندهم قدرات كبيرة جدا وعندهم افكار كويسة جدا، بس لابد ان احنا نستوعبها. نتمنى ذلك. أقول لك كل سنة وكل عمال مصر وكل عمال العالم طيبين. شكرا جدا أستاذ محمد، كل الشكر أستاذ محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر. دي بالمناسبة من أهم الحاجات، صاحب العمل اللي بيجيله حد من إخواتنا أصحاب الهمم يقول هنشتغل ومش هنشتغل وبتاع، فيقول له طب بص أديك 1000 ولا 1500 وقعد وما تجيش. لا، أنت ما تحرموش من قيمة العمل، انت ما تحرموش من ان هو يبقى رايح الشغل الصبح وراجع بعد الظهر وفخور بنفسه قدام اهله وقدام اسرته وقدام اولاده اذا كان عنده اولاد او يجيله اولاد في يوم من الايام. ما تحرموش من انه يبني مستقبل بمنطق طب بس خد القرشين دول وقعد. اضافة الى انه هي الدولة عملت برامج حقيقية لتأهيل اخواتنا دول علشان يبقوا قادرين على العمل في مناحيه المختلفة. انت ليه بتحرمه من هذه القيمة؟ وخد بالك جزء مهم جدا من اللي اتكلم عليه الرئيس ايه هو بقى؟ المتعلق بقيمة العمل، التوعية المجتمعية بقيمة العمل. احنا كنا نقولها كده بالمصري الفصيح بتاعنا، اصل المصريين فعلا عندهم فصاحة وبلاغة مذهلة، ياكل عيشه بعرق جبين. قيمة العمل مهمة يا سادة، مفيش حاجة اسمها شغلانة اصلا على قد فلوسهم. بص الشغلانة دي بخمسة جنيه خدتها تعملها 100%، ما كانش عاجبك الخمسة جنيه ما تاخدهاش يا سيدي، لكن على قد فلوسهم، على قد فلوسهم دي هي اللي رجعت مجتمعنا ومجتمعات لورا، حدفتنا بعيد عن العالم يجي 100 سنة. اوعى اوعى تفكر بطريقة على قد فلوسه. العمل قيمة، العمل شرف، وضميرك والخلق اللي فوق شايفك وبيحاسبك. خلوني هستأذنكم نشوف أيضا مقتطف آخر من كلمة فخامة الرئيس على مسألة الأزمات العالمية المتلاحقة واللي زودت الحقيقة صعوبات فوق الصعوبات. احنا اقتصادنا يا جماعة ما كانش اقتصاديات الدول المتقدمة، احنا اقتصادنا يا جماعة ما كانش اقتصاديات قريبة حتى من الاقتصاديات الأوروبية ولا قريبة من الاقتصاديات في دول جنوب شرق آسيا خالص. تيجي علينا بقى الأزمات المختلفة، سواء إذا كانت أزماتنا الخاصة إحنا زي ما كنت بقولك بأوضاع سياسية شديدة الضخامة تهز كيان اللي ما يتهزش، وأظن إحنا شايفين حوالينا الدنيا ماشية كانت إزاي، وفي نفس الوقت نلاقي جوائح وفيروسات زي الكورونا، وزي ما كنت لسه بقولك ولا الأزمة بتاعت أوكرانيا، ثم مسألة شديدة الصعوبة، ده غير حربنا على الإرهاب. المسألة إنه يعني الحمل شديد وتقيل، لكن زي ما هتشوف دلوقتي الرئيس هو بيقول مهما كانت التحديات الموجودة في مصر أو في المنطقة أو في العالم محدش هيقدر يلمسنا طول ما احنا راجل واحد قلب واحد شايفين الهدف ورايحله. خلونا نسمع الرئيس قال ايه ونرجع نكمل الكلام. انا بتابع يعني مواقع التواصل وبتابع ايضا الراي العام، ولقيت ان خلال الـ يعني الاحداث اللي فاتت ديت اللي حدثت يعني ان بقى في مصر يقولوا العيل حكايه،
ايه الحكايه والامور ابتدت تقلي اكتر وتخوف اكتر. وانا عايز اقول لكم على حاجه، وبعدين احنا هنعمل ايه؟ حد قال كده يعني، او انا سمعت الكلام ده بيتقال. كلمه هقولها لكم ما بتتغيرش مهما كانت التحديات اللي موجوده في مصر او اللي موجوده في المنطقه عندنا او اللي موجوده في العالم كله، مهما كانت. شوفوا، طول ما احنا على قلب رجل واحد ما حدش يقدر يعمل معانا حاجه. مهم قوي ان احنا يعني، انا خرجت عن سياق الكلمه الحقيقه اللي مكتوبه قدامي عشان اكد على النقطه دي معاكم. في كل تحدي او كل تطور تشوفوه وتبقوا قلقانين منه وتقولوا يا ترى يعني هيكون تاثيره علينا، تاثيره علينا ايه؟ ولا حاجه. ربنا هو اللي، ربنا، اسمعوا كلامي من فضلكم. انا عايز اقول لكم كلكم الكلام دوت، طبعا طبعا طبعا، وشعب مصر كله مش عمال مصر بس، اسمعوا كلامي. انا بتكلم على ان مهما حصلت من ازمات ومشاكل في العالم اللي احنا موجودين فيه، طالما ان احنا هنا في مصر كشعب متماسكين كده ولا في اي مشكله ونقدر نعدي اي حاجه. ده موضوع مهم قوي. عاوز تعرف بقى قصة المصانع؟ تعال أخد أصل الناس تقول لك أين الصناعة؟ تعال نحكي مع مهندس عبد الله البرعي، عضو مجلس إدارة تكس نور. تكس نور للصباغة والطباعة والتجهيز. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا أستاذ يوسف. إزاي صح؟ حضرتك. أنا قلت اللقب مظبوط المهندس ولا غلط كده؟ لا، أستاذ عبد الله البرعي. معلش تاني. أستاذ عبد الله البرعي. أوكي يا أستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، أولاً أنا يعني أهنيك على هذا المصنع، ده واحد. اتنين، ممكن بعد إذن حضرتك تقولي حدوتة هذا المصنع إيه؟ الأول بس أنا حابب إن أنا أقول كل سنة وعمالي وعمال مصر كلهم بألف خير، لأن دول هم عصب المجتمع، والصناعة والبلد بتقوم بالمصانع وبالإنتاج وبالعمل. صح. وبجد حابب اشكر كل عمال مصر عشان هم دول اللي بيتعبوا. يعني المصنع اللي احنا النهارده كنا فيه اللي هنحكي قصته، المصنع ده عمره ما كان هيتعمل ولا عمره كان هيبان بالصوره دي من غير العمال اللي عندها وعي، العمال اللي عندها ثقه في نفسها، العمال اللي بتحب البلد وبتبقى مبسوطه. يعني العمال النهارده تحس ان هي مبسوطه اكتر من صاحب المصنع ان المصنع هيشتغل. فحابب اشكرهم وحابب اشكر كل عمال مصر وهنيهم بعيد العمال. مصنعنا استاذ يوسف كان قصته ان احنا بداناه، كنا حابين نبدا فيه من 2016. اخذنا قطعه الارض وابتدينا فيها البناء، وطلعنا بره وسافرنا وجبنا المكن وابتدينا ان احنا نركب المكن فعلا لمده، وبعد كده جينا نشتغل. قابلتنا طبعا بعض المعوقات اللي الناس كلها عارفاها، كتراخيص، كبنى، كمرافق. في المرحلة بعد كده ترخيص المصنع، رخص التشغيل، الحاجات دي كلها. الحمد لله قدرنا ان احنا نتواصل مع مبادرة ابدأ، مبادرة سيادة الرئيس، اللي كان ليها بجد دور كبير جدا وفعال ان هي تكلل كل الجهود. يعني تقريبا المصنع كان خلصان من سنتين جاهز على الشغل. الحمد لله بدعم المبادرة والتوجيه اللي المبادرة أخداه. يعني أنا لما بتكلم مع المبادرة بتقول لي إن توجيهات سيادة الرئيس بسرعة إنهاء الإجراءات، بسرعة إن لو في مصنع ممكن يشتغل في 48 ساعة، لا إحنا عايزين نشغله في 24 ساعة. الحمد لله أنا لمست الكلام ده على الواقع. بالأمانة أنا لو كان حد حكى لي أنا ما كنتش هصدق. لما شفت وشفت فعلا سرعة الإجراءات، والهيل في الموضوع برضو إن الناس، أنا اتعاملت مع ناس أعمار سنية، أنا ما تهيأليش إن أنا اتعاملت مع حد أكبر من 32 سنة أو 33 سنة. ناس أعمار سنية صغيرة، ناس شباب عندها طاقة، عندها حماس، عندها طاقة جواها غريبة أنا ما أعرفش هم واخدينها منين، إن هم عندهم إيمان إن الدنيا هتخلص. يعني أنا كنت بقول لهم إن لا مش هنلحق، لا إزاي، قال لك كل حاجة هتخلص، كل حاجة هتخلص بسرعة، هنشتغل، المصنع هيدور، عمال هتتعين. الحمد لله أنا لمست ده كله وده كله حصل.
الحمد لله كل الاجراءات خلصت، الحمد لله اخذنا رخصه التشغيل، الحمد لله كل المرافق كملت، الغاز وصل الحمد لله، والمصنع بان على الصوره اللي سياده الرئيس النهارده افتتح بيها المصنع، وكان شرف كبير لينا ويا رب دايما كل يوم سياده الرئيس افتتح اكتر من مصنع، لان ده اللي بجد هيفرق مع البلد، وده بجد اللي هيشغل البلد، وده بجد اللي هيوفر لنا عمله صعبه وبس. يعني دي قصه المصنع كله، ده كل اللي حصل بالظبط معانا. سؤال يبدو غريب، عندك كم سنه؟ انا عندي 32 سنه. يعني من ساعه ما خدت قرار تعمله المصنع في 2016، ده كان من 7 سنين، يعني كان عندك 25 سنه. مظبوط. وفي 2016 ده عز المعمعه. مظبوط. ومفيش حاجه لسه باينه، الاقتصاد بتاعنا كان بيقول صباح الخير، يعني لسه بنقول صباح الخير. كان يا استاذ يوسف مش هكذب عليك، كان عندنا ثقه في سياده الرئيس ان كان كل تصريحاته ان هو داعم للصناعه، كل تصريحات سياده الرئيس ان هو كان البنيه التحتيه اللي بتتعمل في البلد الغير مسبوقه دي عشان الصناعه، محطات الكهرباء اللي بتتعمل كان في ناس بتطلع تقول دي طاقات كبيره، دي مش عارف ايه، سياده الرئيس قال ان لازم يبقى عندنا بنيه تحتيه كويس، لازم يبقى عندنا الكهرباء والطاقه وكل المؤهلات اللي بتؤهلنا للصناعه، كان باين من توجه سياده الرئيس ان البلد رايحه لصناعه، وده اللي ادالنا الثقه، وده اللي خلانا نشتغل، وايماننا بالله طبعا ان شاء الله البلد دي الخير هيفضل طول عمره فيها، فده اللي خلانا ناخد القرار، وده اللي خلانا نشتغل، وده اللي خلانا نوصل للصوره اللي احنا فيها دلوقتي. وسبحان الله يعني لمست جدا كلمه سياده الرئيس في الاخر، يعني لما خلصت وقفت على المشروع وقفت ان احنا نشتغل، لقيت فعلا ان المبادره اللي هي بتوجيهاته هي فعلا اللي خلصت كل حاجه، حسيت فعلا ان في حد واقف في ظهري، حسيت فعلا ان احنا ان ثقتنا كانت في سياده الرئيس محلها الحمد لله. طب هل ينفع تقول لي صرفته كام لحد ما المصنع بدا يشتغل، ولا ما تحبش تتكلموا في الارقام دي دلوقتي؟ هي ارقام لازم تبقى مظبوطه، بس هي مش 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 تحت ايدي دلوقتي، يعني مش ملايين حجم، يعني خلاصه القول هي ملايين. اكيد. حلو قوي. السؤال اللي هو يبدو شديد الغرابه، معلش يعني كل الاسئله غريبه جدا. انتوا كام شريك يا فندم؟ احنا ثلاث شركاء. ثلاث شركاء دول يا فندم كان قدامكم حلين، يعني حد غيرك هيفكر كده، او حد غيركم يفكر بالطريقه دي، حد يجي يقول لك ايه انا لسه هوجع دماغي بمصنع وتراخيص وكهرباء وفواتير وعمال وتأمينات وعد بقى، انت ادرى مني يعني، انت راجل عندك مصنع ففاهم كم الهدك بتاعه، ولا كم الصداع اللي ممكن يجي من ورا انشاء مصنع. الكم مليون دول احنا نستورد بيهم كم حتة حلوة، واخرنا كده هنطبع عليهم وكل سنة واحنا طيبين، وهنوزع في الفورتي فورتي، وهنكسب في السكستي سكستي، واتعشت واتغدت وفطرت ويعني جابت كل حاجة. والله يا أستاذ يوسف يعني هو طبعا ما نقدرش نغفل ان التجارة شيء مهم للبلد، لكن وعائد سريع، هي اللي بتشغل عدد عمالة اكتر للبلد. ده بجد اللي بيفيد البلد. خلينا نتفق ان عمال مصنعي وعمال كل المصانع هي دي العمال اللي شايله اقتصاد البلد، دي اللي بتلبس من لبس البلد، دي اللي بتاكل من اكل البلد، دي اللي بتشرب من شرب البلد. طول ما الناس دي شغاله وكل ما انت شغلك فيه عدد عمال اكتر، كل ما البلد دي هتبقى بخير. صح. طول ما هو بخير هو هيصرف، وهو اللي هيلبس، وهو اللي هيشتري المنتجات اللي بتنتجها البلد. فلازم كل واحد ناخد بعضنا. ما قلتش يعني لشركائك ما تيجوا ناخد بعضنا ونروح نفتح المصنع في بلد تاني؟ الاجراءات عندهم سهله يا عم، ده بيخلصوا اجراءات في اسبوع، وفي بلاد كتير كده يعني ما اقدرش انكر، وشطار اكيد. ما قلتش أكيد. ما ناخد بعضنا ونروح نشتغل هناك ونخلص كده كده احنا اتولدنا المصانع دي موجوده. يمكن حضرتك استغربت من سني، لكن انا اتولدت لقيت المصنع ده موجود، ولقيت ده شغلي اللي موجود، مصنع النسيج اللي هو قبل المصنع ده، وشركاتي نفس القصة، ان دي شغلانتهم. صعب جدا ان انا اسيب شغلي واسيب مصنعي واسيب بيتي واسيب بلدي، يعني صعب ان انت تسيب بلدك وتروح تقابل تحديات كتير، وبعدين ما البلاد كلها حوالينا، ايه البلاد اللي بتنعم برخاء واحنا لا؟ لو في مشاكل موجودة في العالم كله، لو في مشاكل موجودة في البلد كلها، لكن الحمد لله ان احنا برضو يعني ان احنا لقينا ان بلدنا بتقف جنبنا، لقينا ان بلدنا بتشجعنا، لقينا ان في ناس بتدقنا ان احنا نبقى افضل، لقينا ان في ثقه فينا
وبالطبع بقى في بالتالي بقى في ثقه في البلد. فالحمد لله البلد دي خيرها على الناس كلها. ولا البلد دي ما حدش يسيبها يا استاذ. احنا داخلين على تصدير ولا لسه؟ ان شاء الله احنا بالفعل كنا بنصدر لبعض الدول العربيه ان شاء الله بعد المصنع الجديد، ومحتاجين دعم الدوله في تنظيم معارض تنظيم حاجات باذن الله هنصدر وهنجلب عمله صعبه باذن الله للبلد. امين. وان شاء الله ان شاء الله من افضل لافضل، وكل سنه ومصر كلها بخير وطيبه يا رب. الف مبروك على المصنع الجديد وما شاء الله وربنا يزيد ويبقوا واحده من اكبر قلاع الصناعه في العالم باذن ربنا سبحانه وتعالى. وكل سنه وانتم طيبين وكل العمال اللي عندك وفي مصر كلها بخير. ربنا يخليك يا استاذ عبد الله. شيء حاجه تفرح يا جماعه، شاب عنده 25 سنه الجمله اللي قالها بقى بتاعت انا كبرت كده وزمايلي شركائي كده، احنا كبرنا لان ده شغل اهالينا، ده شغل ابويا وانا خدت قرار ان انا اكبره. ادي الولاد اللي تفرح تفرح. كلكم بقى ومصنع حوا بتاع الموتورات ده كوم تاني خالص خالص. عزيزي المواطن، اظن حضرتك سمعت شفت قريت تابعت ان ده اكبر مصنع موتورات نقل خفيف موجود في القارة الافريقية بالكامل. مصنع بنزين يا يوسف. ايوه يا فندم، احتراق داخلي بس اصل العالم متجه للكهرباء. مهندس وائل قال احنا عايزين نعمل مصنع بطاريات كهرباء. الريس قال واحنا هنقف معاك. شوف اظن احنا خلال السنتين اللي فاتوا تقريبا او الثلاث سنين اللي فاتوا تحديدا شفنا قد ايه الرئيس مهتم جدا جدا جدا، لا مش مساله الصناعه وخلاص، هو الرئيس مهتم بالصناعه من وقت ما تولى هذه المهمه في ظني من قبل ما يتولى منصبه كرئيس للجمهوريه، لانه تحدث كثيرا عن انه من زمان وهو يتابع ما يحدث في مصر ويتمنى لمصر ما هو افضل مما كانت عليه بكتير. حلمه كان كبير جدا للبلد دي جدا. طيب وبعد الحلم يا يوسف؟ اقول لك الحلم انت بتشوفه قدام عينيك بس في ناس مش عايزاك تشوف. انت بتشوف ممكن تقول لي مره شفت الرئيس طالع فيها في التلفزيون ما بيفتتحش حاجات كتير؟ مش حاجه يا راجل، احنا الحمد لله والشكر لله كله بامر ربنا. يعني التكنولوجيا بتاعت الكونفرنس يعني الفيديو كونفرنس علشان في حاجات كتير بتفتتح في يوم واحد، لانه الوقت مش هيسمح ابدا انه رئيس يقعد يلف على كل الحاجات، فبيفتتحها فيديو كونفرنس. المره بتتفتح فيها 10 و15 حاجه يا جماعه. تيجي تقول لي هو احنا عملنا ايه في ال 14 سنه؟ اصل الوضع الاقتصادي عندنا يا جماعه وحش جدا لان اجراءاتنا وحشه، لماذا لا نهتم بالصناعه؟ الله، والمصانع دي ايه؟ عملت اول او عملت اكبر مصنع في افريقيا محركات احتراق داخلي للنقل الخفيف. مش بس كده، الناس اللي عامله المصنع ده عايزه تعمل مصنع بطاريات. الرئيس خالد سنتين ثلاثه اللي فاتوا اتكلم كتير جدا على مساله السيارات الكهربائيه وصديقه البيئه جدا. اي حد بالمناسبه مهتم بالقصه دي، مش بس كده، ده اللي مهتم بانه في يوم من الايام بيحلم يشتري عربيه كهرباء، عارف ان الاساس هو البطاريه. الاساس. الله. طيب مصنع بطاريات، يعني احنا هنعمل عندنا مصنع بطاريات؟ ايوه نعمل مصنع بطاريات. انت عارف يعني ايه مصنع بطاريات يا مولانا عزيزي المواطن؟ بص يا عم، البطاريات بتاعت الكهرباء دي هي محتاجه عنصرين او معدنين رئيسيين، العنصرين دول ليثيوم وكوبالت. طيب مصر عندها ليثيوم؟ اي نعم. طب كوبالت؟ كونغو الديمقراطيه تقريبا بتنتج 70% من الكوبالت في العالم. هي البطاريه حاجه اسمها ديود كاثود، الديود بتاعها ليثيوم، الكاثود بتاعها كوبالت. مش هدخلك في الفنيات، انا عايز المعدنين دول او العنصرين دول. انا عندي كوبالت. ايوه يا فندم عندي كوبالت في منطقه الفيوم والحته بتاعت منخفض القطاره، الحته دي كلها. اسف، ليثيوم يعني. ماشي. طيب
انا عايز اعمل مصنع. طب انا عايز اعمل المصنع ده ازاي بقى؟ انا عايز اعمل المصنع ده علشان يوفي طموحي في الانتاج المحلي للانتاج السنوي من السيارات الكهربائيه، ويوفي احتياجات المصانع اللي ممكن تبقى بتفتح حواليها في المنطقه، لانه ده وارد جدا. حلو، طيب يبقى انا عايز اعمل اغطي احتياج المحلي في يوم من الايام، اشوف ان مصر عايزه بتستهدف انتاج كام الف عربيه كهربائيه سنويا، واشوف يا ترى في القاره الافريقيه وفي المنطقه العربيه وفي مين عاوز يشتغل على عربيات الكهرباء، فانا اوفر له البطاريات. مهندس وائل، طلبك عندي فخامه الريس، حلم حضرتك اوامر عندي، ازاي نبقى نفرد لها بقى مساحه؟ اقول لك هنعمل ايه في كل حاجه. الاهم دراسه الجدوى بتاعه المصنع بناء على اللي بقول عليه ده. يا سلام، طب التكلفه كبيره؟ اه التكلفه كبيره. هنجيبها منين؟ موجوده. ازاي؟ ليها صرفه. الريس علمنا حاجه لطيفه جدا، قال لك احنا عندنا ثروه في افكارنا عقولنا، خلونا نستثمرها صح. طيب تعال اخدك ونرجع تاني النهارده على احتفال عيد العمال من الشرقيه. الرسائل شديدة الوضوح والتوجيهات شديدة الحسم لدعم العمالة غير المنتظمة ودعم البطالة. خلونا ناخد معانا على التليفون الأستاذ عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة. أهلا 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 يا فندم. اهلا بيك يا استاذ حضرتك. معلش انا طولت حبه من كتر الحماس. لا انا مستمتع والله، طول كمان مش حماس حماس على راي يوسف وهبي الله يرحمه، معلش خدتني الجلاله. لا لا رائع والله. لا يا فندم ربنا يخليك. دي مهمه عندي جدا، المساله المتعلقه بدعم العماله غير المنتظمه، والرئيس تحدث عنها، وانا عارف كويس انه حضراتكم كمان في الوزاره اشتغلتوا على ده يمكن حتى من ايام الكورونا، كذلك وزاره التضامن الاجتماعي. بس انا مهمه عندي قوي يا فندم ال 5%. قوي. تمام يا فندم. شوف، اولا يعني كل سنه وحضرتك طيب، وكل سنه وعمال مصر طيبين. طبعا بما ان انت اعلامي متميز فخليني ابدا معاك يعني بمدخل متميز شويه. النهارده طبعا انا ليا صديق صحفي متخصص في ملف العمل والعمال ومن دوله عربيه يعني، فهو بيسالني سؤال بيقول لي انتوا ازاي كده النهارده يعني كل يوم نشوف افتتاحات ونشوف دعم للعماله ونشوف مشاريع جديده وكل دي طبعا زي ما حضرتك عارف دي يعني ابرز واسمى حقوق الانسان، يعني لما بتوفر فرص عمل ده حق من حقوق الانسان، لما تفتتح مشاريع وتحقق التنميه ده حق من حقوق الانسان، لما تحمي العماله غير المنتظمه ده حق من حقوق الانسان، يعني كل لما تدرب الشباب على سوق يحتاج على 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 مهن يحتاجها سوق العمل ده برضه حق، يعني اذا هذا الصحفي بيتعجب او بيسال بشكل فيه تعجب يعني. فانا طبعا قلت له انت لو سمعت الكلمه بتاع فخامه رئيس الجمهوريه النهارده في عيد العمال هتجد الاجابه واضحه وصريحه، لما قال ان يعني فيما معناه ان احنا مش يعني طول ما احنا على قلب رجل واحد ما فيش اي حاجه تقلقنا بره. فطبعا كلمه كلنا على قلب رجل واحد وكلنا متماسكين دي كانت سمه وصفه من صفات الدوله المصريه خاصه على مدار الفتره السابقه. عمال مصر كان لهم دور كبير جدا، يعني ان هم في هذه الفتره المتوتره حضرتك شايف ان هم كانوا قد ايه متمسكين بشعار قوتنا في وحدتنا، زي ما انا كنت بقول قبل كده، زي ما كان في مخططات لضرب الحركه النقابيه، زي ما حاولوا يضربوا الجيوش ويضربوا الاقتصاد، كان في برضه محاولات لضرب الحركه النقابيه وتفتيتها، لكن عمال مصر كانوا على قد المسؤوليه، وقفوا خلف الدوله المصريه، وصلوا لعمل والانتاج رغم التحديات. فطبعا الدوله المصريه مش ممكن ابدا زي ما شفنا النهارده لا تنسى ابنائها ولا تنسى عمالها اللي احنا بنسميهم جنود الانتاج. النهارده كل القرارات وكل التوجيهات اللي اتكلم عنها فخامه رئيس الجمهوريه طبعا كلها زي ما قلت لحضرتك هي حق اساسي من حقوق الانسان، حق الانسان مش خاص مش بس سياسي ولكن هو اقتصادي واجتماعي الى اخره. احنا عندنا مجموعه ملفات عديده جدا يعني ورسائل عديده جدا احنا في وزاره القوى العامله شغالين عليها من فتره، يعني زي ما حضرتك قلت صندوق الطوارئ وما يقوم به من دعم العمال في الشركات المتعثره، موضوع دمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذا لتوجيهات فخامه رئيس الجمهوريه، مثلا ايجاد فرص عمل عن طريق ملتقيات توظيف،
مثلا خطه تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل عن طريق 75 مركز تدريب منتشره متنقله وثابته منتشره على مستوى الجمهوريه في نطاق مبادره حياه كريمه. كل هذه الامور زي ما قلت لحضرتك كلها توجيهات وكلها سياسات للدوله المصريه في المرحله الراهنه. الملفات كتير جدا يا استاذ يوسف، يعني ملف صندوق توجيه الرئيس النهارده بانشاء صندوق اعانه الطوارئ للعماله غير المنتظمه، وبرضو البدء بتفعيل عمل الصندوق، يعني عند البدء في تفعيل عمل الصندوق صرف يعني اعانه عاجله للعماله غير المنتظمه قيمتها 1000 جنيه ووثيقه جديده من شهاده امان والتاكيد على كافه منشات القطاع الخاص وايضا القطاع العام والاعمال العام الالتزام بنسبه 5%، وبرضو فكره ان احنا نقول القطاع الخاص والقطاع العام دي برضو فيها تميز في هذه الاحتفاليه المميزه والمتميزه. ايضا فكره يا استاذ يوسف توجيهات فخامه الرئيس بقيام المجلس الاعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل بدراسه مشروع قانون العمل، هو مطروح اصلا بقاله فتره على البرلمان ولكن اعاده مناقشته مره اخرى، ده في اطار الحوار المجتمعي. احنا عندنا في ملف العمل يا استاذ يوسف حاجه اسمها اطراف الانتاج الثلاثه اللي هي الحكومه واصحاب الاعمال والعمال، بنتكلم على حوار مجتمعي بين هذه الاطراف على مشروع قانون حيمس كل من يعمل باجر في مصر، هو ايضا بيدور في فلك وفي اطار الدوله المصريه. امتى القانون ده يتقدم لمجلس النواب يا فندم؟ هو يا فندم المشروع موجود فعلا في مجلس النواب من فتره، وهو الفتره اللي فاتت دي اتناقش، لكن كان في مطالبات من قوى اخرى يعني ان هي بتقول احنا عايزين نتوسع في المناقشه بحيث ان ما يتمش تهميش اي قوه او اي جهه وطنيه او اي يعني مفكرين ومتخصصين واعاده طرحه مره اخرى. هو بالفعل موجود في لجنه القوى العامله، ولكن دعوه الرئيس لاعاده طرحه مره اخرى على كحوار على الحوار المجتمعي ده برضه بيدور في فلك الحوار. يعني احنا دلوقتي زي ما حضرتك عارف ان في حوار وطني بيشارك فيه جميع القوى، فطبعا انت برضه عندك هذا الحوار ليس فقط سياسي زي ما قلت لحضرتك، ولكن هو ايضا اقتصادي واجتماعي طبعا ونقابي وعمالي في كل مفاصل الدوله المصريه. فاحنا عندنا دلوقتي شعار الحوار الكل يشارك في بناء الجمهوريه الجديده ولا يهمش الا يعني اللي هم اللي انت عارفه. ربنا ياخدهم. انا عايز اشكرك جدا يا استاذ عبد الوهاب، نورتنا وشرفتنا. استاذ عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي والمستشار الاعلامي لوزاره القوى العامله. يا ساده يا كرام، كل شيء ممكن زي ما قال الرئيس لو احنا على قلب واحد. وانا هرجع يعني اقول لكم ايمانا بدوري واجبي، ارجوكم حقيقي شوف التجربه الياباني حصل فيها ايه، شوف التجربه الصيني، شوف كوريا حصل فيها ايه. كوريا الحرب الكورية وأزمات والعالم عمال بيتحرك حواليها، وهنا خوف وهنا قلق وهنا سيطرة وهنا مش عارف ايه، وتلاقي عملاق كوري مخيف، صيني مخيف، هندي، يا خبر ابيض. ما ده احنا لازم نعمل حلقة على التجارب الهندية، التجارب المتتابعة من نجاح إلى نجاح. الهند دي بجد أم العجايب، على رأي سعاد حسني وصلاح جايين الله يرحمهم، الهند أم العجايب. لا لا لا، ده الهند دي لوحدها بجد بقى حدوتة يجب أن تروى. مش ممكن يعني. على كل، هنروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام.
خليني أخدك بقى على لجنة الصحة. الحقيقة في الشيوخ قالوا تصريح جميل بصراحة، قالوا أن الرئيس السيسي هو أول رئيس يهتم برعاية ودعم العمالة غير المنتصبة. معانا على تليفون سيادة النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك أستاذ يوسف وبضيوفك وجمهورك الكريم كله. ازيك يا دكتور؟ كله تمام؟ اهلا بحضرتك. كل سنة وكل عمال مصر طيبين، وكل عمال العالم بالمناسبة. تصريح اللجنة اللي قالته بخصوص انه الرئيس هو اول رئيس يهتم بهذه او بهذا النوع من العمالة ودعمها وعملتها غير المنتظمة، خصوصا ان احنا خدنا بالنا انه الرئيس بيوجه بالدعم المتعلق بالتأمين الصحي للعمالة غير المنتظمة، التأمين على الحياة، تأمينات في حال الانقطاع عن العمل لأسباب يعني ايا كان شكل السبب ايه. بتشوفوا ده ازاي عند حضراتكم في اللجنة؟ طب اسمح لي استاذ يوسف في مستهل حديثي مع حضرتك ان انا هني سيادتك وهني شعب مصر كله بمزيج من الاعياد اللي احنا بنعيشها هذه الايام. اعياد دينيه اسلاميه زي عيد الفطر المبارك، واعياد دينيه مسيحيه زي عيد القيامه المجيد، واعياد فرعونيه زي عيد شم النسيم، واعياد وطنيه زي عيد تحرير سينا، وختاما عيد العمال. ان انا بستغل هذا اليوم ان انا اوجه لهم خالص التحيه والتقدير على دورهم في دعم اقتصادنا القومي، واخص بالذكر العماله غير المنتظمه اللي ليها دور كبير جدا في كل قطاعات الدوله وفي كل مناحي الحياه، في مجال الزراعه وفي مجال التشييد والبناء وفي مجال الصناعه وفي مجال الخدمات بانواعها المختلفه. واللي النهارده فخامه الرئيس اداهم حقهم تمام، واظهر قد ايه فخامه الرئيس والدوله المصريه تقدرهم وتجلهم وتحترمهم. الحقيقة بالتأكيد طبعا فخامة الرئيس هو أول رئيس يوجه بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة، وده بداش النهاردة ولكن ده بدأ في 2019-2020 في المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم العمالة غير المنتظمة، وده كان أثناء جائحة كورونا، وتم استكمالها النهاردة بتوجيهات فخامة الرئيس بإنشاء صندوق العمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه الإعانة الفورية، بالإضافة طبعا لأمور أخرى زي إصدار وثيقة أمان للتأمين على الحياة. يعني خليني أتوقف مع حضرتك أستاذ يوسف على بعض النقاط وأوصل مع حضرتك بعد كده فيما يخص موضوع الصحة. العمالة غير المنتظمة في مصر تعدادها حوالي من 10 ل 11 مليون، وده عدد مش قليل طبعا، وده طبقا لتصريحات وزارة القوى العاملة في ديسمبر 2022. لكن للأسف معظم هذه العمالة غير المنتظمة مش داخلة تحت الغطاء الرسمي، المقيدين رسميا فقط في وزارة القوى العاملة هم لا يتجاوز 254 ألف عامل وعاملة، وده عدد قليل جدا الحقيقة. يعني أنا اسمح لي أن أنا أستغل وجودي مع حضرتك أرجوك. أن أنا أناشد وأوجه أصحاب العمل وأصحاب المصانع والعمالة غير المنتظمة أن هم يبدأوا يسجلوا نفسهم على قاعدة البيانات في وزارة القوى العاملة عشان يقدروا يستفيدوا من الخدمات اللي بتقدمها لهم الدولة إذا تم تسجيلهم في قاعدة البيانات ودخولهم بشكل رسمي تحت الغطاء الرسمي. من ضمنها ما صدر به قرار وزاري رقم 162 ل 2019 الخاص بتحفيز العمالة غير المنتظمة لدعم خارج القطاع الرسمي للاشتراك في منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية اللي بتقدمها لهم الوزارة. وزارة القوى العاملة بتقدم منظومة للرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين العمالة غير المنتظمة، بس بشرط ان هم يكونوا مسجلين لدى الوزارة. حلو. يقدروا يستفيدوا برضه من وثيقة أمان، ووثيقة أمان يعني هي شهادة بنكية بفائدة مرتفعة ووثيقة تأمين في نفس الوقت. للأسف لم يتم إصدار إلا 44 ألف وثيقة حتى الآن،
يعني قيمة حوالي 27 مليون. فمحتاجين إن الناس تسجل بشكل رسمي عشان تقدر تستفيد من هذه الوثيقة. الوثيقة كانت بتقدم حوالي 100,000 جنيه، وتم رفعها قيمة التغطية التأمينية ل 200,000 جنيه، وناس كتير جدا صرفت وناس كتير جدا استفادت من هذه الوثيقة في الفترات السابقة. اسمح لي أخرج بره قطاع الصحة، وفي نقطة الحقيقة رائعة النهاردة أثارها سيادة الرئيس، وهي خاصة بتحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل. وأتمنى أن حضرتك وزملائك الإعلاميين اللي أنا بكن ليهم كل احترام وتقدير يتلقفوا هذه الرسالة. إحنا مش فقط محتاجين في إعلامنا وفي أعمالنا الدرامية والفنية أن إحنا نحسن صورة ذهنية لقيمة العمل فقط، ولكن محتاجين نعلي قيم كتيرة جدا إحنا مجتمعنا محتاجها في هذه الأوقات. محتاجين نعلي قيم أخرى ومهن أخرى، محتاجين نحسن الصورة الذهنية للأطباء وللتمريض ولكافة كافة العاملين في قطاعات كثيرة. أعتقد أن الإعلام هنا له دور قوي جدا. أتمنى من إعلاميين الوطنيين أن هم يتلقفوا رسالة السيد الرئيس، ويبقى ليهم دور في الفترة القادمة في تحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل. تحسين الصورة الذهنية لقيمة العمل ده شيء مهم جدا دكتور خليل. الأول أشكرك دكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة وسكان مجلس الشيوخ. الاتحاد العام للمصريين في الخارج بيبحث مع وزارة التربية والتعليم المعوقات اللي بتواجه طلاب مدارس البعثة التعليمية المصرية في السودان، وده موضوع مهم جدا أبدا ما كناش نغفله ولا نفوته. معانا على التليفون زميلنا وصديقي العزيز شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. زكى شادي وكل سنة وانت طيب. وانت طيب يا يوسف، تحياتي ليك للساده المشاهدين، يا رب دايما بخير. يا رب يخليك يا رب. شادي، يعني كنا بنتكلم على مساله بحث المعوقات المتعلقه بطلابنا او ما الموجودين في البعثات التعليميه المصريه في السودان، الى ماذا وصلتم والى ماذا انتهيتم؟ الحقيقه يوسف ان يعني منذ اليوم الاول للازمه والاوضاع في السودان، ودكتور رضا حجازي حريص على المتابعة الدقيقة والمستمرة لأوضاع البعثة التعليمية المصرية في السودان والطلاب المصريين في السودان. وطبعا يعني احنا الأسبوع اللي فات دكتور رضا حجازي أصدر عدة قرارات هامة بهذا الشأن، كان أهمها وأولها هو القرار بتأجيل امتحانات الثانوية العامة للطلاب المصريين في السودان أو لطلاب البعثة التعليمية المصرية في السودان. حلو. اللي موجودين في المدارس البعثة التعليمية المصرية. وطبعا ده يعني التأجيل ده لحين استقرار الأوضاع يعني. أما يعني الإجراءات المكملة اللي أصدرها بعد كده إن هي متعلقة باستقبال الطلاب المصريين العائدين من السودان، طلاب الثانوية العامة، واستقبالهم وفي الإدارة العامة للامتحانات للتسجيل في امتحانات الثانوية العامة عشان يقدروا يدخلوا امتحانات الدور الأول، أو كمان يقدروا يدخلوا امتحانات الدور الثاني لو حبوا إن هم يعني يأجلوا للدور الثاني مع الحصول على الدرجات الفعلية الكاملة للامتحان. لأن احنا الدور الثاني طبعا معروف ان هو الطلاب اللي بيدخلوه بيبقى في الوضع الطبيعي ان هم بيحصلوا على 50% من الدرجة فقط، ولكن هو استثناء للطلاب الثانوية العامة العائدين من السودان يدخلوا الامتحانات الدور الثاني لو حبوا او رغبوا في ذلك، علشان يبقى عندهم فرصة انهم يرتبوا اوضاعهم ويقدروا يذاكروا لحد امتحانات الدور الثاني في شهر اغسطس. جميل جميل. طيب ده بخصوص طلاب الثانوية العامة. هل أنا عندي طلاب في درجات أو في سنين دراسية أقل من الثانوية العامة ولا لا؟ قصدك على صفوف النقل؟ بالظبط. صفوف النقل ليها قواعد متعارف عليها، يعني هي بتتم على مدار السنة في الوضع الطبيعي. بعض أولياء الأمور وأولادهم اللي مغتربين في الخارج وبيرجعوا فجأة مثلا، أو بيقطعوا وجودهم في الخارج ويرجعوا لمصر عشان يستقروا هنا، بيتوجهوا طبعا للمديريات التعليميه والادارات التعليميه ويقدموا الورق المطلوب عشان يرجعوا المدارس بتاعتهم.
وده امر طبيعي ما فيهوش يعني له قواعد متعارف عليها ما فيهوش اي مشاكل. ولكن طبعا كان التركيز على طلاب الثانويه العامه طبعا بما ان امتحان الثانويه العامه لها اجراءات معينه واجراءات خاصه. حقيقه كمان ان في اطار المتابعه يعني الدكتور رضا حجازي عمل امبارح اجتماع عبر الفيديو كونفرنس مع اتحاد العام للمصريين في الخارج، وحضروا كمان بعض الطلاب المصريين العائدين من السودان واولياء امورهم وبعض الطلاب ايضا من الثانويه العامه اللي في السودان. وكان الحقيقه عندهم استفسارات كثيره متعلقه بطبيعه اوضاعهم الفتره اللي جايه وهيعملوا ايه لما يرجعوا. الحقيقه الدكتور رضا حجازي كان حريص على شرح كل التفاصيل الخاصه بيهم خلال الاجتماع دوت او خلال المقابله عبر الفيديو كونفرنس، وطمئنهم للغايه واكد عليهم ان هم كل الاجراءات متسهله لهم وفي تنسيق تام ما بين وزاره التربيه والتعليم ووزاره الهجره والخارجيه عشان خاطر بمجرد عودتهم ان شاء الله يتم استقبالهم في ديوان عام الوزاره الاداره العامه للامتحانات، ويعني يتم ايضا تيسير كل الاجراءات الخاصه باعاده تسكينهم في مدارسهم القديمه او دخولهم امتحانات الدور الاول او الدور الثاني باذن الله. باذن الله. كان في نقطه مهمه كمان يا يوسف وهي متعلقه بالطلاب الثانويه السودانيه. طلاب اللي هم كانوا التابعين للنظام الثانوية العامة السودانية. السودان. دي نقطة تم نقاشها والوزير أوضح في الموضوع ده إن الطلاب الراغبين في الانضمام لمنظومة التعليم المصرية عليهم إن هم يعملوا معادلة. يعني لما يجوا مصر أو دخلوا مصر أو عادوا لمصر يعملوا معادلة علشان خاطر يقدروا ينضموا لمنظومة التعليم المصرية. كويس جدا. وفي الحالة دي يتعمل لهم بقى عملية دمج داخل المدارس المصرية. بالظبط. طيب ده شيء رائع جدا، ربنا يوفقكم، وتحياتي ليك كما جرت العادة شادي، وتحياتي لدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أشكرك جدا 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 وشكرا ليكم على هذا الجهد الحقيقة، وكمان أنه في متابعة مستمرة لهذه الأمور. كل الشكر لزميلنا وصديق العزيز شادي زلاطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. الحوار الوطني النهاردة الاثنين، بكرة الثلاث، يوم الاربع تنطلق أولى الجلسات بتاعة الحوار الوطني. الحوار الوطني ومكتسبات المرأة، الحوار الوطني والشباب والأسرة في جمهوريتنا الجديدة. خليني أخذ معنا على التليفون بعد إذن حضراتكم دكتور ريهام الشبراوي المقرر المساعد للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي. أهلا بك يا دكتور ريهام. أهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله كله تمام. هنبدأ الجلسات والحوارات والمحاورات بدءا من يوم الأربعاء القادم؟ إن شاء الله بإذن الله. خلاص العجلة هتبدأ تشتغل إن شاء الله. أيوة، يعني ده حاجة كويسة إنه في الحالة زي كده بيبقى إحنا كناس بتاعت صحافة وتلفزيون بنبقى سعدة، لأن هنلاقي بقى حاجات كتير نقعد نتكلم فيها ونناقش ونكلم حضراتكم وندوشكم، وغالبا مش هتردوا علينا عشان هتبقوا مشغولين في الحوار جوه. أنا عارف. لا إزاي هو ده اللي هيبرز شغلنا إن شاء الله بإذن الله. والجلسة بإذن الله هتنطلق بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة. دعوة لكل الشخصيات اللي موجودة في الحوار الوطني إن شاء الله، واثقة إن أكيد هتكون مخرجاتها هتنعكس بشكل مباشر على المواطن إن شاء الله. طب دكتور هيما، عندي سؤال أنا أظنه مهم. يوم الأربع هتبدأ الجلسات كلها بالتوازي؟ يعني كل اللجان هتجتمع؟ كل اللجان هتجتمع، دي الجلسة الافتتاحية اللي هيجتمع فيها كل اللجان وكل رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة زي ما قلت لحضرتك، وهنعرف فيها طريقة إدارة الجلسات هتمشي إزاي. ده لسه إحنا ما عندناش علم، ده كله هنعرفه يوم الأربعاء إن شاء الله من خلال الجلسة. ده اللي بقى اللي هتوضحه الأمانة الفنية للحوار. مظبوط. حلو جدا. طيب أقدر أقول إنه حتى هذه اللحظة بالتأكيد قدامكم كم ملفات ومقترحات وتصورات وأطروحات من هنا يعني لحد علو برج القاهرة كده. حصل. مظبوط. وكنا طول الفترة اللي فاتت دي بنشتغل عليها. مظبوط. أبرز المواد اللي لفتت نظركم كمقررين، يعني المقرر والمقرر المساعد في اللجنة، أبرز الموضوعات اللي حسيتوا إنه فيها كثافة في الطرح كانت إيه؟ أنا هقول لحضرتك إحنا اللجنة اتفقنا إن إحنا هنشتغل على ثلاث محاور أساسية هيطلع من كل محور فيهم موضوعات بتختص بيه. أول حاجة عندنا المحور الأولاني اللي هو التفكك الأسري. المحور الثاني مكافحة العنف ضد المرأة.
والتصدي للعنف والابتزاز الالكتروني، ده المحور الثالث. حلو. المحور التفكك الاسري بقى اللي هو الطلاق، حل مشكلات الطلاق والنفقه والرؤيه، الوصايا، الوصايا والاهليه القانونيه، التحرش، الاغتصاب، الزواج المبكر، دي كلها الموضوعات اللي هي هتكون فرعيه للمحاور الرئيسيه. احنا يعني هنشتغل على توحيد تشريعات وعدم تشتيت المراه بين اكتر من مكان، زي مثلا لما الرؤيه ممكن دي تبقى في محكمه، النفقه في محكمه، احنا هنحاول نحدد ان كل الموضوعات الخاصه بمشكله يعني قضيه معينه لازم كلها تتحسم في محكمه واحده، ما تكونش الست بتتشتت في كذا محكمه بكذا قضيه. كويس. لا، وعايزين كمان نحد من ان الوقت ما يبقاش طويل، عايزين نعمل تشريعات حازمه، ان الوقت دلوقتي الست بتقعد في المحاكم بالسنين. احنا عايزين تشريعات جديده يعني تختصر علينا الوقت والمجهود وتكون محدده. طيب انا يعني لو انا اعتبرت انه اللي احنا هنتكلم فيه ده وكانه كده جزء من الحوار باذن الله خلال الفتره اللي جايه، طب مش يبقى برضو نحط في بالنا انه انا عايز مجموعه من القوانين هتبقى لانها قوانين فهي تحمل صفه الالزام بانه الست تقدر تاخد حقوقها في مساله بقى نفقه وصايا الخ الخ الخ، بحيث انها ما تضطرش للذهاب للمحكمه بالاساس. يعني يحصل مثلا مسألة الانفصال أو الطلاق إذا قدر ذلك ويبقى منصوص على التزامات في وثيقة الطلاق بحد ذاتها. مظبوط. ده كمان احنا ده في بقى يعني في حاجات اسمها تعديلات تشريعية زي ما حضرتك عارف. طبعا. في حاجة اسمها ان احنا هنستحدث قانون جديد، يعني واحد زي قانون الأحوال الشخصية اللي بقاله 100 سنة وحصل عليه 6 تعديلات. ده المفروض يعني بناء كمان على رغبة سيادة الرئيس قال لازم نستحدث قانون للأحوال الشخصية جديد يتناسب مع مشاكلنا العصرية، يعني القانون ده بقاله 100 سنة. فده إن شاء الله زي ما حضرتك بتقول هيتحط زي مواد تفصل بقى، يعني ما نقعدش نماطل وما نقعدش إن احنا ناخد وقت في المحاكم. لا، تكون حاجة واضحة وصريحة وملزمة. طيب يعني يا مسهل اظن هيبقى في قدامكم حاجات كتير لازم تتعمل، وبعد شويه بعد انتهاء طبعا الانتهاء منها والانتهاء من جلسات الحوار هتذهب الى مجلس النواب ومجلس الشيوخ وما الى ذلك الى ان تصل الى مصادقه الرئيس باذن الله. انا بشكرك جدا يا دكتور وبكل توفيق، ونتمنى لكم يعني الصبر الطويل ان شاء الله بدءا من يوم الاربعاء القادم. كل الشكر دكتور ايهام الشبراوي مقرر مساعد لجنه الاسره والتماسك المجتمعي. هنروح يا ساده الكرام لفاصل، وبعد الفاصل بقى لقائنا الاسبوعي المحبب المتعارف عليه القريب الى النفس مع مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. ينورنا. اهلا بحضراتكم مره تانيه، وان الاوان للقائنا الاسبوعي الرائع والجميل والمحبب لنا جميعا مع فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه استاذ الفقه المقارن بجامعه الازهر. كل سنه وحضرتك طيب يا مولانا ومنورنا. كل عام ومصرنا والعالم باسره في خير وامن وسلم وسلام. اللهم امين. بقى مولانا النهارده واحنا في عيد العمال، نعم، فانا لم احاول قط يعني أن أرتدي العمامة الأزهرية فأنا أقل من ذلك، لكن قلت إنه ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن قيمة العمل في كل الشرائع من العهد القديم والعهد الجديد والقرآن الكريم وأمرنا بالعمل واداله قيمة عليا. نعم. ده تصوري كمواطن عادي. طبعا. كيف يرى مولانا الدكتور أحمد كريمة قيمة العمل وكيف أصل لها الإسلام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بادئ ذي بدء في الحياة التطبيقية العملية لأنبياء ورسل عليهم السلام هنجدهم أصحاب مهن. صح.
يعني سيدنا نوح عليه السلام ممكن نقول انه كان يمتهن النجارة والا ما استطاع ان يصنع الفلك، يصنع السفينة او الفلك. الله يفتح عليك. وعندنا يعني سيدنا داود وربنا ألن له الحديد عليه السلام، حداد. وسيدنا موسى عليه السلام كان راعي للغنم، صح. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه كان راعي للغنم إلى آخره، وعمل بالتجارة. لذلك يأتي العمل في قمة أولويات الشريعة الإسلامية. يعني مثلا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ من بات كالا من عمل يدي، ايا كانت الصنعه او المهنه، من بات كالا من عمل يدي بات مغفورا له. الله. وبعدين سيدنا النبي عليه السلام لما جاءه شاب عليه يعني الصحه والعافيه، كان هذا الشاب يسال الصدقه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، عندك شيء يباع؟ قال: عندي يعني حلس زي كده، مفرش. قال: آتيني به. والرسول عليه السلام عمل مزاد أمام الحضور. المهم إيه، أحد الصحابة رضي الله عنهم أجمعين اشتراه بدرهمين. قال: هذا درهم تشتري طعاما لأهلك، والدرهم الآخر تشتري قدوم، اللي هو قدوم الحديد اللي بنهز به الشجر. ولا أرى وجهك إلا بعد 15 يوم، اذهب فاحتطب. أنا عبر برنامج التاسعة مساء مع الأخ الحبيب والصديق العزيز الأستاذ يوسف الحسيني، عايز أوجه نداء في عيد العمال للمؤسسات والجمعيات الخيرية: انقلوا الناس بالعمل من اليد السفلى إلى اليد العليا بالعمل. وده اللي عمل الرسول. المشروع نعمله إيه؟ اذهب فاحتطب. بكلمك جد، بدل الناس ما تاخد على ان ياخد اعانه كل شهر وخلاص كده، يترك العمل يروح لجمعيه واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، يلم يعني قدرا من المال ويقعد في البيت ولا يعمل وتبقى طاقه معطله. الرسول عليه السلام قال يعني اذهب فاحتطب. في بعد اقتصادي اخر في العمل، في صدر الاسلام سيدنا النبي عليه السلام كان إذا قدم إليه شخص كان يسأل ميت، يعني صلاة الجنازة، هل عليه دين؟ إن قالوا نعم قال: صلوا على صاحبكم. كل الصحابة من مهاجرين وأنصار عليهم جميعا رضوان الله امتنعوا عن الديون وابتدوا يشتغلوا. ليه؟ الواحد منهم خاف أن يأتيه الأجل ويموت ولا يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحرم من الدعاء. المجتمع كله اشتغل، المجتمع كله اشتغل اشتغل. اليوم بدون مجاملة احنا بنقرر حقائق وقائع. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله لما بيأمن العمال تأمينا شاملا في مناحي عديدة، دي لها أصل في التشريع الإسلامي، ولذلك أنا أقول له جزاك الله خيرا. لأن حضرة النبي عليه السلام الحديث ده رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ماذا قال؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن كان أخوه تحت يده، اللي هي العمالة، ابدأ من فوق الهرم لأقل عامل. فمن كان أخوه، شوف هنا أولا لمسة هنا التكريم، قال: فمن كان أخوه، يعني السائق اللي بيقود سيارتك في العرف الإسلامي أخ. طبعا. الشغال، البواب، الخدام، الجنين، جامع القمامة، كله الإسلام ما قالش أن ده درجة دنيا. أيوة. أو رقم اتنين. أيوة. ألف من كان أخوه تحت يده. ها. طيب يعاملوا إزاي؟ ألف ليطعمه مما يأكل. صح. يعني معناه توفر له حياة لائقة مثل مستواك، بل وليلبسه مما يلبس. صح. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلفوهم ما يغلبهم. وده برضو نداء، معلش القطاع الخاص، بنقول لهم يعني انتبهوا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
اما ننظر بعد الانبياء والرسل الى مجتمع الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، هنجدهم اصحاب مهن. يعني سيدنا ابو بكر الصديق عليه رضوان الله كان تاجر، اللي بنسميه من الفاتوره، يعني تاجر في كل شيء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان يعني يمارس السمسره الحلال في السوق. سيدنا عثمان بن عفان كان ياتي بتجاره الجمله ويبيع تجزؤه. سيدنا علي بن ابي طالب عليهم جميعا رضوان الله كان يعمل بعمل هتستغربه، كان ياتي بدلو للبئر ويرفع به الماء ويسقي به الزرع بالاجره للناس في يثرب المدينه. شوف انا جبت الخلفاء الراشدين المدينه الاربعه، سادتنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم جميعا رضوان الله. سيدنا سعد بن ابو وقاص عليه رضوان الله كان جزار. انا لو اقعد اعدد، فاذا العمل هو اللي بيبني الدول. ولذلك جنابك ان سيدنا النبي لما قال للعامل ايه، للشاب اللي هو الحديث اللي قلناه، ما قالوش بقى اجلس جنب في هنا في المسجد، اسجد في المسجد واعتكف وصلي النوافل زي بعض الناس. ما جم في العشر الاخير بعض الناس عملوا اشياء سلبيه ينأى بها الاسلام عنه. طيب. يعني ما يجي يعمل ايه حضرتك؟ في ناس خدت اجازات مزوره علشان يعتكف. أيوة. خطا. انا عايز اخد الحته دي، هستاذنك يا مولانا تشرح لنا بجد بالتفصيل. نعم. اصل انا كنت زمان بشتغل في شركه وكان عندنا زميل والله العظيم، احنا كان في جنب الشركه بمبنى واحد مسجد عماره فيها جامع حلو كبير كده، ينزل يصلي الظهر في ساعه الا ربع، والعصر في ساعة الا ربع، وكان يبقى عندنا شغل متلتل، والمغرب في ساعة الا ربع. لا 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 لا. فتقول له ايه ده، وكنا حتى مسمينه الشيخ، فنقول له يا شيخ مش كده، يقول لك امال اسيب فرض ربنا؟ لا, لا لا يا عم، ما تصلي هنا واقعد وكمل شغلك. لا, لا انا لازم اصلي. طب انت بتعمل ايه؟ ما اصل انا بنزل الاول اقعد اقرا قران وبعدين اقول الدعاء وبعدين اصلي الفريضه، اذا كان لي انا دي خيانه للعمل يا مولانا. انا هستأذن نروح للفاصل ونشوف ايه الصح وايه نعم. الغلط في نعم. الكلام ده نعم. فاصل ونكمل الكلام. موسيقى السسبنس دي حلوه برضو، احنا داخلين كده علشان ايه؟ نتكلم على الناس اللي تدعي زورا وبهتانا انه يقضي يوم العمل بتاعه كله بيصلي، وان هو كده بيرضي ربنا ورضى ضميره خلاص، الشغل بقى ده اخر حاجه في اهتماماته. نرجع مره تانية بكل الترحيب مع مولانا فضيله الشيخ الدكتور احمد كريمه، يقول لنا بقى الناس دي ايه؟ حضرتك لما سيدنا النبي عليه السلام قال للشاب اذهب فاحتطب ولا أرى وجهك إلا بعد 15 يوما، ده النبي. أيوة. لم يقل له بقى حافظ على النوافل والاعتكاف والكلام ده، لا. فذهب الشاب يحتطب في الجبل وقد أغناه الله من فضله. الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم نقله من طلب الصدقة إلى أنه أصبح من يعني الذين يكتفون برزق الله سبحانه وتعالى. أنا لاحظت حضرتك، وده بيتكرر كل سنة، بيجوا في العشر الأخير من رمضان وياخدوا أجازات مضروبة البعض، وياخدوا أجازات مزورة علشان الاعتكاف. أوه. لما نيجي النهاردة في الفقه الإسلامي، الكسب والعمل وأداء الأمانة فرض، الاعتكاف سنة، لا أضيع الفرض بسنة بدون جدال. وبعدين هو في حد بيزور ويكذب عشان يقيم، يروح يدعي انه مريض او يروح التامين الصحي وياخد شهاده وعشان ياخد 5 6 ايام اجازه او العشر الاخير من رمضان، يعني يزور ويكذب عشان يروح الجامع عشان يروح يعتكف، هو شايف انه كده ربنا هيرضى عنه، هو متهيأله كده. ما هو ده التدين المغلوط المغشوش. ايضا بعض الجماعات بتدعي انها بتمارس مثلا مهمه التبليغ، ونفس الشيء يأخذ أجازة 3 أيام بأعذار واهية، وبعدين ينطلق إلى ما يتخيل أنه هو بيعمل دعوة إسلامية، ومجرد يعني اسمح لي نوم في المساجد
ولقاءات وجلسات ومسامرة وأكل وشرب، هذا كله ضد صحيح الإسلام. كل هذا لأن لابد من كد اليمين وعرق الجبين لبناء مجتمع قوي، وده اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف وفي كل خير. لكن طبعا المؤمن القوي اللي هو بيستغني عن الديون، عن الاقتراض، عن طلب الصدقة، يعني عن المذلة، المؤمن القوي بالعمل والإنتاج. ولذلك في بدايات خلق الدنيا ربنا سبحانه وتعالى علم سيدنا آدم أسماء المهن والحرف والصنائع التي تقوم عليها الدنيا، وعلم آدم الأسماء كلها. سيدنا آدم أول من مارس الزراعة في الكرة الأرضية، يعني لما أهبط من الجنة في شرق طبعا شبه القارة الهندية، وبعدين ظن أن الأرض مثل الملأ الأعلى اللي كان فيه أنها هيأكل مجانا أو هيأكل يعني بدون عمل. فسيدنا جبريل جاء إليه بحفنة من القمح وقال له يعني اغرس ازرع الأول، عمل فلاحة في الأرض. وطبعا ده كله كان في يوم واحد بس من الأيام السابقة، يعني خدت بالك مع النسبية الزمنية. والمهم غرس، وبعدين سقى، وبعدين ربنا أنبت الزرع، وبعدين الحصاد، وبعدين التذرية، وبعدين الطحن، وبعدين العجن، وبعدين الخبز. فبكى آدم، عرف الفرق ما بين وما بين. ومن هنا صارت سنة إن هذه الحياة إنما تبنى على العبادة والعمل، إنما عبادة فقط بدون عمل ده تسكع. بقول لك من الآخر، عبادة بدون عمل تلطع يا أبز وتسكع. لأن شو رسول الله بيقول إيه؟ لأن يأخذ أحدكم أحبولة، يعني حبال يربطها على ظهره، فيذهب إلى الجبل، حديث آخر، فيحتطب، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. أيوه. العمل قيمته. ولذلك أرجع بقى مرة ثانية بسرعة قبل الوقت ما يدهمنا، لما يأتي عمال إن شاء الله يبذلون الجهد والعرق وحبات العرق، يبقى هنا نقول لهم إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. والمرأة أيضا حينما تكد وتكدح داخل البيت بنية العمل وإسعاد الأسرة، برضو هي دي من الطاقة المنتجة، من الطاقة المنتجة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في زواج سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وستنا فاطمة عليه رضوان الله، قسم العمل ما بين الاثنين. قال لسيدنا علي: أنت تكدح خارج المنزل، يعني تشتغل وتسقي وكذا بتمرات، وأنت يا فاطمة تكدحين داخل المنزل. من هنا كانت أسرة ناجحة بتبنى على عرق الجبين وكد اليمين، لم تعش لا على صدقات، ولم تعش على قروض، ولم تعش على ديون، ورضوا بهذه الحياة. برضو حتى لا يفهم ما يحكيه ويرويه مولانا خطأ، ان احنا مش بنقول ان الست شغلها في البيت بس، لا، يعني تقدر تخرج بره البيت وتشتغل وتاكل لقمة عيشها، يعني لا يا سيدنا، ليست ممنوعة المرأة من العمل. أنا عارف الناس بتروح ساعات ايه ماسكة في حتة كده، لا لا لا، المرأة ليست ممنوعة من العمل، خدت بالك، بس في حدود الضوابط والآداب الشرعية. إنما المرأة ما في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تذهب إلى السوق، وكانت تبيع، وكانت تشتري، وكانت تتاجر. والسيدة خديجة عليها رضوان الله كانت تستأجر الرجال، وكانوا يتاجرون في أموالها، هذا لا مانع. وسيدنا عمر عليه رضوان الله أوكل نظام الحسبة لمراقبة بالضبط للشفاء رضي الله عنه وأرضاه في سوق المدينة. صح. فالمرأة قوة منتجة. احنا مش أصح، أحسنت إن أنت صححت أو دفعت اللبس، يعني لها أن تعمل، ولها أن تكد، ولها أن تجدح، ولها الأهلية الكاملة إن شاء الله. فاحنا هنا بنقول العمل والإنتاج هو اللي تبنى عليه الدول، تبنى عليه المجتمعات، بيكون فيه وسيلة الكسب. يعني حضرتك لما ننظر إلى سورة المزمل
في أواخرها. ربنا سيذكر نوع من العبادات ونوع من العادات. نوع العبادات اللي هو قيام الليل التهجد، يقرأوا ما تيسر منهم من القرآن. والذين يتاجرون ويكدون ويضربون في الأرض. الله، ذكر الاثنين مع بعض، ذكر المتهجدين وذكر الذين يضربون في الأرض يبتغون إيه من فضل الله. شوف بقى المساواة، الاثنين ياخدوا فضل الله. نقوا في أواخر سورة المزمل، اللي بيتهجد في قيام الليل بالقرآن الكريم، والذي كذلك يضرب في الأرض. ولذلك ربنا في سورة الملك قال فامشوا في مناكبها الله وكلوا من رزقه وإليه النشور. ملمح تاني قبل الوقت بقى ما يدهمنا خلاص، في سورة الجمعة اللي هي أعظم شعيرة أسبوعية طبعاً. طيب، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. عبادة بدون عمل بطالة وتسكع، عمل بدون عبادة وحسن نية لله أيضا عمل قاصر. الإسلام يجمع ما بين العبادة والعمل، الروح والجسد، المجتمع كله يسعد بعمل جاد وتكرم فيه أو يكرم فيه العمال كذلك، كما قلنا في الحديث الحياة اللائقة للعمال اللي هو السيد الرئيس حفظه الله اليوم أرساه، اللي هو التأمين والتكريم الشامل، سواء في النواحي الصحية، في النواحي الاجتماعية، إلى آخر هذا كله، حتى يطمئن العامل على أنه عضو مكرم من الله أولاً ومن الرسول صلى الله عليه وسلم. لأن الرسول لما قابله رجل يده خشنة من العمل، فالرجل استحي أن يصافح النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه يد ليد العامل يحبها الله ورسوله. كل عام والعمال بخير وسلام، لهم منا جميع التكريم والاحترام والتقدير والتوقير، ونثمن إجراءات السيد الرئيس حفظه الله لتكريم العمال. آمين يا رب، نورتنا وشرفتنا وأفدتنا جدا يا مولانا، وأزلت لبسا كثيرا يعني. كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور الشيخ أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. عارفين دور العمال المصريين كان ليهم بالمناسبة دور مهم جدا قبل ما أختم. انتوا عارفين طبعا ان مصر تعرضت للحمله الفرنسيه في 1798 ومشيت في 1801 بعد ثورتين، القاهره الاولى والقاهره الثانيه. انتوا عارفين ثوره القاهره الثانيه التي اجلت هذا الاحتلال وقضت عليه عن بكره ابيه وتصدرت للمحتل اللي جاي من الغرب بالاته العسكريه المتقدمه وافتراه ودخل الازهر بالخيل وحاجات زي كده. الثوره دي كان اصلا اسمها ثوره الجعيديه. عارف يعني ايه الجعيديه؟ يعني اللي ايديهم خشنه. العمال المصريين هم اللي تصدوا لهذا الاحتلال الاوروبي، كان على راسهم راجل اسمه حجاج الخضري في توه بولاء. انا بشاور لك كده على بولاء اللي لازق فينا هنا في مبنى التلفزيون. حجاج الخضري في توه بولاء كان شغيل، وكان هو كبير تجار الخضار في المنطقة وقتها، بس كان راجل همام قوي طول بعرض ما بيخافش في الحق له متلائم، وتصدى لجنود الفرنجة وتصدى لهذا المحتل هو والجعدية. اقرأ تاريخك حبتين تعرف قيمة العمل والعمال. خلصت الحلقة لحد كده، ولو كلنا العمر بإذن الله نقابلكم بكرة وبرنامجكم التاسعة. سلامات.